واضحه ولا كل ما هو كل ما هو منتوج من عالم الطبيعه يعني ونحن نقدم لكم ان شاء الله بحول الله هذه صور كل لمحه عينه صغيره من منطلق اعمق اعشاب الطبيعه الموجوده هنا في ولايه الطارف وايضا في ولايه نسا. وكما تسجلون هنا كما تشاهدون هناك اعلانات وكثير من المنتجات الموجوده لابد علينا ان يكون فيه كل ما هو يجعل ستكون فضل الشجره والزيتون وايضا كما تشاهدون مصنوع من صابون للعنايه بالبشره كل منتوج هي من الطبيعه ايضا وايضا هناك كيف عندنا بعض المسرحات ان شاء الله بحول الله قدم لكم ايضا التي قام بهذا الانتاج وهي ماراثون من الجزائر. كما شاهدت هنا ان هناك مصنوعات كلها جميلة الاعشاب هل اريد ان اعرف يعني كيف كانت هناك بداية الفكرة وايضا من اي شيء موجود هذا في هذه العلبة مثلا وهذه العلبة باختلاف الانواع. الحمد والشكر لك يا ربي. هذا صابون مخدوم بالمواد الطبيعية، عندك زيت زيتونة هي لاباز كلها زيت زيتون وكل واحدة وش فيها. هذا مخدوم درك انا العام بالي باللي البشرة تسحق الكافيين، حطيت صابون بالقهوة عن بالي كاينه شوائب اخرى تلقاها في البشره، درت لها الصابون بالكركم. هذه لابو تاع الرجال دفوا تلقاها مزيته ياسر، درتها لهم صابون بالزيت زيتونه فقط. اوكي. هذا صابون مخدوم. هذا زيت زيتون صافي. زيت زيتونه فقط. وهنا؟ هذا زيت هذا مخدوم بالزيت زيتونه والحبه السوداء. موصي عليها الرسول يعني. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. مزيزون. عندي لاسيغ. عندي لاسيغ عندي لاسيغ مخدوم كيف كيف بالزيوت الطبيعيه ان بعد كنظف لابو تغذي البشره ما تخليهاش كما نقولوا احنا كي تتحل المسامات تاع البشره تدخل تدخل كما نقولوا احنا لي بيرازيت في انا لا نقفلها بالزيوت الطبيعيه نيجاتيف تو لي ديزانفكتاسيون ديزانفكتي زيت هذه كريم داوي باذن الله تعالى ويعني مدينها وجربتها وخدمتها عندها هي مخدومه بالشمع تاع النحل والزيوت الطبيعيه والزيوت المعدنيه من الشهده مخدومه من الشهده هذه مخدومه من الشهده 100% بارك الله يبارك جيد هذه الدوله هذا الصابون البلجي كما خدمه الصابون المغربي بعد غير انا واش زدت عليه هو كيف مخدوم بالزيت زيتونه واش فيه زايده فيه زيت المراميه فيه زيت المثنان المثنان الحمد لله لقيته هنا متوفر هنا على خاطر هو لاصول اللي يدخل لماده المينالين ويعدلها يعدلها دونك ان شاء الله بحول الله رايحين نزودوك احنا هنا اهل المنطقه هذه متمنيه بالطبيعه الموجوده في ولايه الطارف وغنيه جدا يعني بالاعشاب وان شاء الله يكون في تعرف ايضا عمل متواصل متكامل مع الاخت ان شاء الله بحول الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله ماذا بينا حتى نحن نحاولوا شوي نبعدوا على لي برودوي شيميك سي سا لي برودوي شيميك من اهم واكبر تحسيس وقت المداخله قدمتها في اسبانيا في فرنسا وفي الجزائر في المنطقه الدوليه هي اننا لابد ان نرجع الى الاصل حتى الرجوع الى فيمون كوتسكي بيو الطبيعي يعني كل ما منتوج طبيعي بدون مداخله اي مواد سامه من البيولوجيا من الكميات التي عمت وادت الى هلاك كثير من الاف يعني الناس كاينه مضروبين بهذا الشيء نحن ان شاء الله نكون واسطه خير لدفع هذا إن شاء الله. الانتاج وهذا العمل على مستوى وطني ودولي ولماذا لا امين ان شاء الله ان شاء الله بحول الله حتى نحن الناس كلها تبعد شويه على ليك البرودوي الشيميك اللي قاعده تمرض في رواحها وما فقدش رواحها حتى الديودورون اللي ما محطوط فيها تلقاها حتى لي كريم والصابون هذا تلقاها الهيدروكوليد تلقاها محطوطه تلقاها يقراها يجبدها مي ما على بالكش واش هو الهيدروكوليد هذا واش هو روح اقرا فركت شريتي منتوج اقراه لقيتي كلمه ما فهمتيهاش اجبد روح للانترنت واقراها الكلمه دي تفهم فوالا تو تفهم تو وحدك ما عرفتيش تدور به فوالا هذا الشيء اللي متمنيته لا سي فري هذا الشيء اللي نقدمه ان شاء الله بحول الله بارك
يشرب في الصابون، يشرب في الصابون كيما كيما نقولوا لي شامبو ولي صابون، تلقاها تلقاها في الحلاليمينيوم وفيها الالومنيوم وفيها الهيدروكوليد، هذه خدمتها تقفل مسامات البشره، تهبط تدخل في ليسان. كاين شو اسمه جماعه اللي نازله تحط في في الجيل في شعورها، ما على بالهاش باللي هاك لي برودوي اللي مخدومه في ال عندك تضرب لا بروستات تاع الراجل الاولى شيسا، والله تضرب لا بروستات الاولى في الجيل الاولى امام الجينيات اكثر له صح. نحن هذه هو نقولوا كيفاه ملي جاتنا المرض وبعد نعيطوا للدوله نقولوا لها الدوله ما عندهاش كيفاش تداوينا، دونك فريمون سي فعل المفروض بيدينا بعد ان شاء الله. وبعد نقول للدوله اي سبيطار ومعمر اما وقفوش معانا، نحن كنوا واصل لتخفيف مرتي روحك صح فعلا. بارك الله فيك ان شاء الله بعد شويه على الحوايج ان شاء الله باذن الله تعالى. بارك الله فيك.